بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في الفيديو ده إن شاء الله هنحل مع بعض كده التمارين الخاصة بـ Lesson 1 and 2 في اليونت 1. الجزئية دي هيكون فيها أسئلة الفوكابلري فقط. طيب، التزم دايما بالجدول اللي إحنا منزلينه على الجروب. إحنا ماشيين في الجدول ده بالترتيب وفي نفس المواعيد. أول سؤال معانا بيقول لي أنواع النيوزبيبر هاز سمول بيجز، بيكون فيها صفحات صغيرة and large photos ومليانه صور، وبتهتم كمان بالسليبرتيز واللغه بتاعتها انفورمال واللغه كمان سيمبل. كل ده كده وصف لمين؟ وصف للتابلويد. طيب، امال الجمله الثانيه بيقول لك انهي جريده اللي بتكون مور فورمال، اكثر رسميه، ويز لارج بيجز، الصفحات بتاعتها بتكون كبيره؟ دي اكيد البرود شيت. وانا حذرتك قلت لك وانت بتذاكر خد بالك، الراجل ممكن في امتحان يقول لك برود برود كده ويجيب لك كلمه تشيت اللي هي غش. دي مش كلمه اساسا، دي مش معانا خالص، بس اهتم ان هي شيت اللي هي صفحه وبرود اللي هي واسع، فبرود شيت اللي هي صحف رسميه. طيب، رقم 3، اتس نوت ذات سام بيبل وير تايبنج اب كوبيز، ان بعض الناس بينسخوا نسخ من الكتب ويبيعوها بشكل غير قانوني. اتس كومفورتابل، ده مريح، ابيرد يعني ظهر، كلايمد يعني تسلق، ولا كليمد يعني ادعي. الجمله على بعضها معناها يدعى ان بعض الناس ينسخون كتبا ويبيعونها. اونلاين بوك ايه؟ is an illegal action، يعني هو عبارة عن شيء غير قانوني. يبقى الاونلاين مين؟ البايرسي. بايرسي اللي هي القرصنة. تعالى نراجع مع بعض كده، قلنا بايرسي القرصنة، ودي نون ما نجيبش قبلها لكن بايرت لوحدها كده يعني يقرصن، ودي فيرب. لو قلنا بايرت يبقى دي كده معناها القرصان. طب النسخة المقرصنة اسمها بايرتد كوبي. طب the accident not despite the carefulness of the driver because there was، معرفش ايه كده. المهم احنا هنا قلنا قبل ما نحل الجمله دي، احنا اتفقنا ان في فرق بين كلمه اوكر اللي هي كده هي وهابن، قلنا الاثنين دول عاملين مع نفسهم فريق، وكلمه تيك بليس عامله لوحدها فريق. واتفقنا ان كلمه اوكر وهابن معناها يحدث فجاه دون ما ترتيب، لكن تيك بليس معناها يحدث بعد ترتيب. عشان كده الحادثه فجاه حصلت، فعشان كده بنقول الحادثه اوكرد او هابند، فعشان كده ناخد اوكرد. ومعنى الجملة على بعضها ان الحادثة حصلت برغم حرص السائقين. The factory had collapsed، المصنع انهار. وعايزك تحفظ كده وتعرف ان الكلمة دي معناها انهار، وهي اسم هي فعل من الافعال اللي ما بيجيش مجهول. So the lawyers، عشان كده المحامين ايه؟ ان شركة التأمين insurance company معناها شركة التأمين، insurance يعني التأمين، تدفع لهم compensation اللي هو معناها التعويض. وبالمناسبه كلمه كومبنسيشن يعني تعويض، منها كومبنسيت يعني يعوض، وكومبنسيت بتساوي ميك اب فور، انت اكيد عارف. وقلنا ان كولابس يعني ينهار، اطلع من كل جمله كده بكل ما فيها. بالمناسبه لوير يعني محامي، ولو قلنا كرايمنال لوير يعني محامي جنايات. جملتنا بقى بيقول لك ان المصنع انهار، لذلك المحامي طالب شركه التامين انها تدفع فلوس تعويض، يبقى ديموندد اللي معناها طالبه او طلبه. از وان اوف ذا بيهيفيرز، واحد من السلوكيات، that you must stop practicing، سواء قال لك stop practicing او avoid practicing، فهي مقصود بها سلوك من السلوكيات ان انت المفروض تتجنبها. طيب، انت فاكر اكيد وعايزك تركز معايا دايما كده، احنا قلنا كلمه تشيت، لو انت فاكر تشيت كده يبقى دي فيرب بمعنى يغش. طب لو قلنا تشيت او تشيتر يبقى ده نون معناها غشاش. طب تشيتنج لوحدها كده دي برضو نون معناها الغش، بس خد بالك هنا ما ينفعش نستخدم لكن تشيت وتشيتر معاهم فالراجل قال لك ان مين في دول سلوكيات، سلوك من السلوكيات انت المفروض تهدى على نفسك كده ما تعملهاش عشان عيب عليك، يبقى اكيد دي الغش اللي هو اسمه تشيتنج لرقم سي. امال تشاتنج، تشات يعني يشيت يعني يدردش، يعني تشيك يفحص، وتشاريتي معناها الجمعيات الخيريه او الخير. I was not to hear that my car had been stolen، انني سمعت ان سيارتي سرقت فاكيد انا صدمت، يبقى I was shocked. بالمناسبه انت اكيد فاكر ان شوكد دي معناها مصدوم، لكن انت لو فاكر بقى كان في كلمه اسمها شوك يعني يصدم اللي هي اس اتش او سي كي، لكن لو قلنا شوك يبقى دي مين؟ قول معايا، يبقى دي صدمه. لكن كلمه شوكينج لوحدها كده دي ادجكتيف بمعنى صادم، شوكينج بمعنى صادم، وشوكد اللي هي كده دي برضو ادجكتيف بمعنى مصدوم. يبقى انت عندك كام صفه من الكلمه دي؟ اتنين صفات اللي هي شوكد وشوكينج. طب شوك دي ناون، وشوك يعني يصدم. ارجع بقى لجملتك كده ومعانا ورنم معانا في الحوار ده كده. فاحنا في الجمله هنا قلنا ان الموضوع كان اي واز شوكد. عايزك تفهم وتركز انك انت في الجمله دي قلت لي ايه؟ ركز كده، انت قلت لي، اكتب بالقلم المختلف شويه، قلت لي اي، انت قلت لي اي واز شوكد، يعني انا كنت ايه؟ مصدوما. دي صح. كان ممكن تقول ات واز شوكينج،
ذات ونكمل أو it was a شك، أنها كانت صدمة وتكمل. خد بالك أنت هنا خدت الآ لأن شك اسم، وهنا شوكينج صفة ما نجيبش قبلها آ، عشان احنا متفقين إن الصفات ما يجيش بعدها معاها آ إلا لو هنجيب بعدها اسم. بعد كده the captain said that strong wind the ship so that both its front and back hit the sides. المهم القبطان قال لك ان ان الرياح القويه عملت ايه في السفينه، عشان كده بقت يعني الجانب السفلي بقى فوق والكده والفوق بقى تحت يعني، وكده والدنيا بقت في بعضيها، يبقى سبان. وهنيجي عند كلمه سبان ونقف شويه. المضارع من سبان ايه يا فندم؟ المضارع من سبان هو سبن اللي اس بي اي ان. طب معانيها ايه؟ قول معايا بقى كده. اول واحده كده يلفق او يحور في الكلام. رقم اتنين معناها يغزل. رقم ثلاثة يعني يدور حول نفسه. وفكر طبعا الفرق بين سبين اللي معناها يدور حول نفسه، اوربت يدور حول شيء اخر. طب ذا برايم مينستر اللي هو رئيس الوزراء ذات ذير ووز سيفير بينالتي. رئيس الوزراء اعلن ان هناك عقوبة كبيرة ضد اولئك الذين يبنون بشكل غير قانوني. يبقى ناخد اناونس. طب ليه مش ادفرتايز؟ لا يا مستر، دي خاصة بالاعلان عن سلعة او الاعلان عن وظيفة بس. طيب رقم 11 بيقول لك the police officers are a the cause of the crime. الرجال الشرطة يعني بيعملوا ايه في اسباب الجريمة؟ اكيد بيتحروا بيتحققوا، يبقى investigating. وانت عارف ان بدل investigate ممكن نستخدم كلمة look into. حلو. طيب ليه ما ناخدش تشيك؟ لا يا مستر، تشيك ديت معناها يفحص شيء ليتأكد من سلامته او يتأكد من صحة معلومة عنده. انت بتقول الشنطة فيها ساندوتش، لا ما فيهاش، تعمل انت عشان تتأكد تشيك. طيب لكن لو في واحد مات وعايزين نعرف مات ازاي وملابسات الحادثة، يبقى انفستيجيت او لوك انتو. طيب احنا عايزين 12. بقول لك unfortunately لسوء الحظ. احنا متفقين ان الظرف اللي بيجي في اول الجملة وبعده كوما ده بنسميه ظرف جملة، يعني adverb of sentence. the collapse اللي هو الانهيار يعني of the house has caused tens of a and lot of injuries. بقول لك ان الانهيار بتاع المنزل تسبب فيه عشرات الوفيات او الاصابات، حاجه من الاثنين، يا يعني اما وفيات يا اما اصابات. طبعا مش هينفع اقول لك الاصابات وكثير من الاصابات، يبقى المفروض كلمه كوجوالتيز هنا مقصود بها ايه؟ الوفيات. وانت عارف ان كلمه كوجوالتي اساسا من معانيها رقم واحد حاله وفاه او حاله فقد، يعني من معانيها اصابه، من معانيها الطوارئ. انت فاهم دول؟ لو قلناها بتساوي كلمة طوارئ يبقى هي كده بتساوي كلمة emergency. لو معناها إصابة يبقى هتساوي كلمة injury أو injured لو مع المصاب يعني. فقد وخسارة يعني لص، وحالة وفاة يعني وفاة يعني death. الكلمة دي بتساوي الأربعة دول. طيب بعد كده رقم 13 بيقول لك after the accident the injured people were not financially. بعد الحادثة الناس المصابين حصل لهم إيه؟ ماليا أكيد تم تعويضهم، يبقى compensated. وأنت عارف إن compensate بتساوي make اب فور. حلو. طيب امال ايه فريد؟ فري يعني يطلق سراحه، بتساوي كلمه ست فري يعني يطلق سراحه برضه، بتساوي كمان كلمه ري ليز يعني يطلق سراحه. امال ايه ريجوليت؟ ريجوليت من كلمه ريجولار، ريجولار يعني منظم. ريجوليتد معناها منظم تمام او مشرع. طيب بعد كده بيقول لك في 14 ذا نوت ووز فاوند جيلتي. اكتشف انه مذنب. was found guilty of murder متهم بالقتل for a trial. trial دي معناها محاولة ومحاكمة. هنا بقى معناها محاكمة في الكورت اللي هي المحكمة of law، محكمة المحكمة التشريعية يعني. عايز تعرف بقى ان كلمة كورت زي ما انت عارف اكيد يعني كورت معناها محكمة، والمعاية معناها محكمة، معناها ملعب الايه؟ التنس، ومعناها كمان البلاط بتاع الحاكم او الحاشية. المهم مين اللي وجد انه مذنب؟ اكيد المجرم او المدان الكونفكت. اوعى تنسى ان عندك في كلمه اسمها كونفكت ده فيرب بمعنى يدين، وعندك كلمه اسمها اكونفكت دي عباره عن ناون بمعنى المدان، وفي كلمه اسمها كونفكتد دي عباره عن ادجكتيف برضو بمعنى المدان. فعشان كده بقول لك هي از، بص ركز على اللي انا هقوله كده، هي از ا كونفكت يعني هو مدان، او هي از ا كونفكتد مان يعني رجل مدان. طيب فاحنا اخترنا convict. رقم 15 this windows version النسخة دي من اصدارات الويندوز يعني is a not genuine ليست اصلية. ما تيجي كده يا مستر تقول لي الاول هو كلمة genuine يعني ايه؟ genuine دي معنى اصلي، بتساوي السينونيم بتاعتها legal وايه تاني؟ original وايه تاني؟
اللي انت عارفها اكيد اللي بنأكد عليها اوثنتيك، يبقى كده جينوين ليجال اوريجينال اوثنتيك. الناس دي كلها كده معناهم اصلي، وفي كلمة كمان اسمها نيتيف تنفع كمان سينونيم ليهم. الناس دي كلهم عكسهم باي ريتد، باي ريتد يعني مقرصن، يعني عكس دول. طيب فانا في الجملة هنا بقول لك ان النسخة دي بتكون ايه، مش اصلية، بما انها مش اصلية يبقى مسروقة، يبقى باي ريتد. نيجي عند سيكريت. سيكريت انت عارف وانت اكيد فاكر يعني ان كلمة سيكريت الكلام ده كله في الورق اللي معاك، بس انا بعيده قدامك علشان عايزك تحفظ معايا وتسمع. سيكريت دي عبارة عن ادجكتيف بمعنى سري. طب سيكريت اللي فيها ايه في الاول، ما دام جبنا قبلها ايه يبقى دي ناون، ودي معناها سر. What I told you is a secret كده أصبحت noun. What I told you is secret يبقى كده أصبحت صفة. طيب criminal مجرم وشوكة مصدوم. The road is closed because there has been a dangerous إيه؟ الطريق مغلق لأن كان في إيه خطيرة. Authority أنت عارف يعني سلطة. Cheat لوحديها كده من غير A يبقى معناها يغش. طب لو قبلها الآ وهي موجودة أهي يبقى كده معناها غشاش. Incident يعني حادثة أو حادث. بيرميشن يعني اذن. هو الطريق كان مقفول ليه؟ عشان في حادثه، يبقى انسيدنت. طب انسيدنت هنا في الحته دي والسياق ده كده بتساوي مين؟ بتساوي كلمه اكسيدنت. وعايزك تركز في الكلام ده كويس عشان الكلام ده ما يتوهكش في الاخر. وانا هكتب لك هنا كده اكسيدنت يعني حادثه. طيب بعد كده يا حاج رقم 17. ذا فايلنت ستورم العاصفه القويه كومبليتلي عملت ايه بشكل كامل في الودن هاوس، في المنزل الخشبي القديم. يعني قبل ما احل الجمله دي انا عايزك تفتكر معايا كده حاجه انت خدتها زمان في الاسماء، الاسم معدود والغير معدود وكده. عايزك تعرف ان كلمه وود اهي ناون اسم بمعنى خشب، في الحال دي كده اسم لا يعد. طب لو انا قلت لك وود دي كده برضو ناون معناها الغابه وهي اسم يعد في الحاله دي. فلو انت قلت لي وودز كده اصبحت الغابات. دي اول ملحوظه عايزين نطلع بيها من هذه الجمله. الملحوظه الثانيه كان عندي ايه يا ربي، كلمة يفسد أو يدمر أو يتلف، أنت فاكر أكيد طبعًا معانيها وبدائلها. أول واحدة كده من معانيها اللي هي كلمة روين، كمان بتساوي كلمة سبويل، وكمان بتساوي كلمة ريك، نفس السينونيمز يعني. وممكن نحط مكانها كمان يتلف أو يدمر دمج، وممكن نستخدم كمان بدل منها ديستروي. طيب بس أنت أكيد عارف كطالب خربوش يعني إن كلهم كده بيساووا بعضهم لو معناهم بالعربي كده يدمر أو يتلف، لكن سبويل لوحديها كده ما تساويهمش لو هي معناها يدلل الطفل. ولو احنا قلناها سبويلز الجمع كده، ودي اللي جت في الامتحان لو انت فاكر، سبويلز دي كده معناها الغنائم بتاعت اي شيء، سواء غنائم حرب، غنائم مباراه، ايا كان حاجه بنكسبها بعد فوز او انتصار او نجاح. فالراجل بيقول لك ذا فايلنت ستورم العاصفه القويه عملت ايه في المدينه؟ اكيد رويند يعني دمرت المدينه القديمه ديت، مش رويند دي ريكوايرد. ارجع كده عن الدماغ ده واختار رويند اللي هي رقم A. طيب امال ايه هايلايتد؟ هايلايتد يعني ابرزت، وانفستيجيتد يعني تحرك. I got tired of those not people who do not respect others privacy. الناس اللي ما بيحترموش خصوصيه الاخرين، الناس دي ناس نوزي حشريه. وانا قبل كده وانا بشرح في الفيديو اللي فات حذرتك من ان في كلمتين شكل بعض. الكلمه الاولانيه اللي هي اسمها نوزي ان او اس واي، دي معناها حشري، بتساوي كلمه كيور يس. والكلمه الثالثه لو انت برنس هاتها معايا انكويزيتيف اللي هو بيسال كتير يعني حشري. وفي كلمه تانية اسمها نويزي، دي اللي احنا قلنا معناها صاخب يعني بيعمل دوشه. فاكر انت الكلام ده اكيد. المهم وقلنا فورمر يعني سابق، وقلنا وهو عندك لونج اويتد معناها طال انتظاره، والليجال يعني غير قانوني. هي از ويتنج فور ريبلاي تو هيز اوفر، هو مستني رد للاوفر العرض بتاعه بفارغ الصبر. انا قدامي هنا حاجه بالاثنين عشان اقول بفارغ الصبر، ممكن اقول لك ام بي شانت لي اللي معناها بلا صبر او بفارغ الصبر وتبقى صح، او ممكن اعملها بحاجه تانية اقول لك ويز بيتد بريث يعني معناها برضو بفارغ الصبر. الحاجه اللي بعد كده ات از نوت ايزي فور يونج رايترز، ليس من السهل للكتاب الصغار تو نوت زير نيو بوكس، ان هم يعملوا ايه في كتبهم. هنا يا فندم محتاجين نطلع على صفحه. عايزك تعرف ان في كلمه اسمها كم اوت وكلمه اسمها بابلش. حلو، كلمة كام اوت ديت بيجي بعدها الشيء اللي هينشر قبلها. طب بابلش بيجي بعدها الشيء اللي هينشر. على سبيل المثال عايزين نقول ان الكتاب ده صدر مثلا، فنقول ذا بوك كيم اوت، او نقول نقول بابلش ا بوك. طيب عايزك تفهم ان كام اوت دي ممكن نحط مكانها الفيرب تو بي وبعدين بابلشد. اضربني مثال، بقول لك ا نيو بوك يعني كتابا جديدا، كيم اوت
ان 2021. خد بالك كيم اوت، انت قلت لي بدل كيم اوت نحط فيرب تو بي وبس بارت وبانشد او بابليشد، فانا اقول لك انيو بوك كيم اوت او انيو بوك ووز بابليشد، يعني كتابا جديدا نشر، الاثنين كده بنفس المعنى. فانا هنا في الجمله بقول لك ان ليس من السهل لكتاب الصغار ان ينشروا الكتب، يعني هو جايب الكتب في الاخر، يبقى احنا عايزين بابليش، تبقى تو بابليش. طيب ذا جاينت شيب، السفينه العملاقه، هاد بروكن داون اند نافيجيشن، وعملت ايه في الملاحه؟ اكيد اعاقت او اغلقت، يبقى بلوكد. اتس كرايم تو نوت كوبي رايت لو، من الجريمه انك تعمل ايه في حقوق الملكيه؟ فايوليت. فايوليت يعني ايه؟ ينتهك. هنيجي كده في الصفحه الفاضيه دي وهنقول للراجل ده بعد اذنك عم الحاج ادينا استيكه، نمسح بس حاجه كده ونرجع تاني. عايزك تفتكر معايا كده كلمه فايوليت يعني يتعدى، نكتبها هنا كده فايو ليت يعني يتعدى او ينتهك، ينتهك حقوق. مثلا عايزين نقول الكلمه دي بتساوي مين؟ الكلمه دي بتساوي كلمه ديس اوبي يعني لا يطيع، وبتساوي كمان كلمه بريك يعني يكسر او يحطم او يتعدى على. فلو قلنا فايوليت ذا رولز، هي ديس اوبي ذا رولز، هي بريك ذا رولز، الناس دي بتساوي بعضهم. طب الناس دي عكسها مين بقى؟ افتكر معايا عكسها، اول واحد كومبلاي، كومبلاي يعني يتبع، واوبي اللي عكس ديس اوبي، وعكسها كمان فولو اللي معناها يتبع. يبقى انت عندك كام واحده كده؟ ثلاثه. الثلاثه دول معناهم يتبع، لكن الثلاثه دول معناهم يتعدى على او ينتهك او لا يحترم. كان بيقول لك ذا لوير، ذا لوير المحامي، كومبلينيد يعني اشتكى، ذات بص بقى على الباقي دي كده عشان مهم، ذا رايتس ان حقوق اوف هيز كلاينت، ان حقوق موكله هاف been violated، ان حقوق موكله انتهكت يعني تم التعدي عليها. نرجع لموضوعنا كده، خلاص 22 عايزين 23. she was over the moon، over the moon يعني very much happy at her not wedding party، في حفل زفافها الذي طال انتظاره، يبقى طال انتظاره يبقى long awaited. وهنا انت اكيد فاكر ان انا قلت لك انك لو استخدمت a wait دي بتساوي wait for، عشان كده انا كتبت لك في الكشكول I am a waiting واسكت، او I'm awaiting you مثلا، او ان اقولها بطريقه تانية اقول لك I am sorry، هنمسح دي عشان ما تلخبطكش، I am waiting for you. يبقى انا عايزك تركز معايا كده، الله يبارك لك، ان عندك رقم واحد انك تستخدم await، سوري ارجع تاني، انك تستخدم كلمه await، await دي لوحدها كلمة await دي لوحدها كده، لكن كلمة wait هي اللي بيجي بعدها مين؟ بيجي بعدها for. ولو انت عايز تفرق بين الاثنين، احنا متفقين ان await ينتظر وهو يعرف ان شيء سيحدث، لكن wait ينتظر وهو ما يعرفش ان حاجه هتحصل ولا لا. ترجع ورا كده شويه ثانيه. طيب قلنا former اللي هو سابق، وكلمه former دي بنحط مكانها كلمه x، x president، nosy يعني حشري، زي curious وزي inquisitive، الليجل غير قانوني. هو انا بقول الكلام مره واثنين وثلاثه ومليار عشان حضرتك تحفظ معايا، انا عارف ان انا قلته قبل كده. طه حسين's book books have been translated into many languages، كتب طه حسين ترجموها للغات عديده. بما في ذلك، كلمه بما في ذلك دي اسمها including. على سبيل المثال، على سبيل المثال I don't like food، انا ما بحبش الطعام، including بما في ذلك meat and rice، بما في ذلك اللحمه والارز. طيب بعد كده the world كاب از ان امبورتنت سبورتس، كاس العالم ده هو ايه؟ رياضي مهم، اجل حدث يبقى ايفنت. امال لو قال لك ابو تريكا از ان امبورتنت سبورتس، هنا هنقول سيلبرتي تنفع وستار تنفع. طب معناها بالعربي كده، معلش تاني كده، دي معناها ان ابو تريكا هو سبورتس سيلبرتي يعني من المشاهير الرياضيه المهمه او من النجوم الرياضيه المهمه. طيب فانت خدت لي هنا ايفنت. عايزك تاخد بالك معايا كمان كده من حته، ان كلمه بايرسي اللي هي القرصنه وما ينفعش قبلها سيلبرتي يا مستر، في منها اتنين، انت فاكر طبعا، سيلبرتي في منها اتنين، ممكن نقول، ممكن مع سيلبرتي نقول سيلبرتي ودي اسم معدود جمعها سيلبرتيز، وممكن نستخدم كلمه سيلبرتي اللي هي اسم لا يعد. لو حضرتك استخدمتها باسم لا يعد فدي معناها الشهره، واكيد انت عارف انها بتساوي كلمه فيم،
طب لو انت قلت ايه سيلبرتي، يبقى دي معناها شخص مشهور، دي ناون وجمعها اشخاص مشهورين جمع. اضرب على اللي بعديها، قلنا خلاص بعد كده كلمه بايس دي هنقف معاها وقفه مطوله في الجزء الثاني من الوحده، فمش هنطول هنا. هي معناها هنا برضو التحيز او الانحياز، بس مش هنقف معاها دلوقتي عشان مش وقتها. In the past there was strong cultural a against women. في الماضي كان هناك ايه ضد النساء، اكيد زي ما قلنا تحيز او انحياز ضد النساء، يبقى بايس. خد بالك ان كلمه سبورت دي ادفيرب بمعنى يدعم وناون بمعنى دعم. ودي طبعا ايفنت حدث. What really makes this book series at the top or بقول لك ان ما يجعل هذا الكتاب في قمه الكتب، خد بالك من دي، its professional educational content، يعني هو محتواها التعليمي المحترف. وهنا في وقفه عايزك تاخد بالك وتركز معايا كده، هو ايه الفرق بين its اللي هي كده وبين its اللي هي كده؟ its دي صفه ملكيه، يعني لازم بعدها اسم ومعناها، معناها كده ها. فلما اقول لك اي مثلا its day يومها، its color لونها، its tail ذيلها، its speed يعني سرعتها، يبقى دي صفه ملكيه. لكن دي معناها it is او it has لو بعدها past participle او it was. ارجع الى الجمله الاصليه. طيب خدنا كورت، من فاكر معايا بقى كده يفتكر سريعا، كورت محكمه، بلاط الحاكم، ملعب تنس. change كفيرب بمعنى يغير او يتغير، وكناون بمعنى الفكه. لما تكون بتدفع فلوس للراجل 10 جنيه اشتريت حاجه ب7 باقي لك كام؟ 3. الثلاثة دول اسمهم change فكه. ليكتشر محاضره، ومنها ليكتشرر المحاضر. I had to answer all the questions of the note before I could go home. انا كان لازم اجاوب على كل اسئله المحقق الانفستيجيتور قبل ما اروح. اي ويتنس اللي هو شاهد عيان، فيرجن اصدار، اكزاجريشن اللي هي مبالغه. all students attend كل الطلاب بيحضروا الايه بتاعت البروفيسور احمد كريم، يبقى الليكتشرز المحاضرات. you have the note to express your opinion، انت لك الحق، يبقى you have the right. احنا اتفقنا بنقول you have the right، لكن لو قلنا you are مش هنقول ذا خالص، هنقول you are right. خد بالك الفرق بين الاثنين، ان right هنا عباره عن صفه، لكن right هنا عباره عن اسم. فخد بالك انت بتقول انت لك تمتلك الحق اللي هو الاسم، لكن you are right يعني انت صح، انت على صواب. طيب بعد كده 31، the case will be tried in an what court، القضيه سوف يتم حكم عليها محاكمتها في محاكمه، في محكمه ايه يا ترى؟ المحامي هيكون هناك عشان يدافع، يبقى criminal، criminal court محكمة الجنايات. my father is retired banker، ابويا كان شغال في البنك زمان وتقاعد، يعني معنى كده ان هو former manager يعني كان مديرا سابقا. طيب بعد كده the file was not to the legal department to study it، الملف عم حصل له ايه؟ للقسم القانوني عشان يدرسه، اكيد تم تحويله او احالته، يبقى referred. obtain يحصل على، بتساوي كلمة get وبتساوي كلمة acquire، compensate يعني يعوض، وannounce يعني يعلن اعلانا رسميا. The Egyptian A succeeded in putting an end to building on farmland، الايه المصرية نجحت في وضع نهاية للبناء على الاراضي الزراعية، اكيد authorities اللي هي السلطات المحلية. وعايزك هنا ما يطلعش من الجملة دي غير لما تعرف ان كلمة succeed دي verb بمعنى ينجح، طب ما انا عارف دي، ومعناها كمان يخلف. اقول لك ابو بكر الصديق succeeded the prophet، يعني ابو بكر الصديق خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان خليفة له يعني. 35، taking a break is not، انك تاخد راحة فده شيء required مطلوب عشان تجدد طاقتك. at the very beginning of a speech في بداية الحديث خالص، your full name state يعني اذكر لنا اسمك في بداية الحديث. على فكرة كان ممكن نقول لك mention برضو تنفع. claim يدعي، وspin يعني يحور، وspin يعني يغزل، وspin يعني يدور حول نفسه، وspin يعني يلفق، لكن spoil دي معناها يفسد او يدمر، ومعناها كمان يدلل. امال امتى نقول عليها غنائم؟ لو كانت مكتوبه سبويلز وما ينفعش نعملها مفرد. اذا بليس وير جاستس، هو المكان اللي العداله بتتحقق فيه، اكيد دي المحكمه اللي اسمها كورت. ان هيز سبيتش، في خطبته، المستر محمود ايه اول ذا تيم ممبرز، المستر محمود ذكر كل اعضاء الفريق باسمائهم، يبقى منشند. الناس اكيد متلخبطه وعايزه تاخد ديموندد. ديموندد يعني ايه يا مستر؟ معناها طالبه او طلبه. ممكن المنطق ان اقول لك ان في الحوار في خطبه الراجل ده هو ذكر كل اعضاء الفريق باسمائهم، يعني ذكرهم باسمهم احمد ومحمد وعلي وهكذا. it's not to take something that doesn't belong to you، انك تاخد حاجه مش بتاعتك، ده شيء illegal يعني غير قانوني. it's better if the readers can e-books،
من الافضل ان القراء اي بوكس اللي هي الكتب الالكترونيه، والاي زي ما قلنا اختصار لكلمه الكترونيك at lower price، يعني من الافضل ان القراء يحصلون على الكتب الالكترونيه بسعر اقل. announce يعلن، refer يعني يشير الى، compensate يعني يعوض. رقم 41 I cannot take this decision without my father's، انا ما اقدرش اخد القرار ده دون اذن ابي. ما هو بيرميشن يعني اذن غير رسمي او شفوي، incident يعني حادثه ونزاع، تشيت يعني يغش، ولو جبنا قبلها اي يبقى غشاس اسوره السلطه. يور سي في اللي هو اختصار لكلمه كريكولم فيتاي شود اي يور كواليفيكيشن، بيقول لك ان السي في بتاعك لابد ان يبرز مؤهلاتك. لو انت شاكك في كلمه ريكواير هقول لك غلط. ليه؟ عشان انت ما ينفعش تقول ان السي في بتاعك يجب ان يتطلب مؤهلاتك، ما هو اصلا طبيعي هيكون في مؤهلات طبيعي، لكن انت بتكتب السي في عشان تقول للناس انا بعرف اعمل كذا واعرف اعمل كذا، فانت بتبرز مؤهلاتك. طيب بعد كده the students stopped making noise، الطلاب توقفوا عن احداث الضوضاء لما المدرس نظر اليهم او اعطاهم نظرة تحذيرية او تحذيرا، warning يعني تحذير. طب casualty الكلمة دي بقى نقف عليها شوية، casualty يعني حالة وفاة واصابة ومعناها فقد او خسارة، ومعناها الطوارئ، piracy قرصنة، right يعني كنون معناها اليمين، وك adjective معناها صحيح، وكم معناها محق يعني صاحب حق يعني. If someone tells you not it is not honest، ليس من الأمانة أن تخبر الآخرين بذلك. لو حد قال لك على secret سر، وأنا هسألك سؤال، هو كلمة secret في الجملة دي عبارة عن إيه؟ هروح أنا قايل لك استنى يا مستر، بص هو في آو آن وبعدين الاسم، إذا دي كده على طول تبقى تبقى اسم. طيب هل يا ترى هو كل ما يقابلني آو آن وسيكرت يبقى هي اسم؟ لا يا برنس، صح، الله يبارك لك. أي يعني تعرف لما أقول لك مثلا it is a secret ديت كده صح. طيب it is secret برضو كده صح. طب التالتة it is a secret tip برضو صح. طب ليه صح يا مستر؟ عشان هكتب حتة أخيرة كده، ما هو صح عشان حضرتك أنت عارف إن it إن a بتيجي بعدها الاسم، ولما تكون secret صفة ما ينجبش قبلها اسم، ما ينجبش قبلها a. يعني هنا احنا خدنا الآ لأن سيكرت عبارة عن اسم، ما عملناش الآ لأن سيكرت صفة. طيب اللي بعدها احنا خدنا أو آن وبعدين صفة وبعدين اسم، يبقى كلمة سيكرت هنا عبارة عن ايه؟ صفة. طب الجملة اللي انا هكتبها دي عايز تقول لي صح ولا غلط؟ ان اقول لك it is a secret information، يعني معناها انها معلومة سرية، صح ولا غلط؟ انني اهبد هبدا عظيما. ازاي؟ هو انت مش انت قلت لي وبعدين صفة وبعدين اسم يبقى صح؟ بس حضرتك information اسم لا يعد، ما ينفعش نستخدم معاها ابدا ابدا ابدا. في الحالة دي هنشيل الا ونقول it is secret information، وsecret كده كده برضو صفة وinformation اسم لا يعد. نرجع تاني. رقم 45 to not is to officially tell، انك تخبر الناس بشكل قانوني، announce تعريفات دي ما فيهاش اي قضية. الشخص اللي بيسلك بشكل غير امين يبقى ده الغشاش اللي هو اسمه اتشيت، وكان ممكن تشيتر برضه مكان تشيت. تو نوت از تو سي سمثينج، انك تقول ان حاجه صحيحه بالرغم انك اصلا ما تعرفش صح ولا غلط، يبقى ده اسمه كليم يعني ادعاء او يدعي. 48 تو نوت از تو ريبليس، انك تستبدل او توازن يعني تاثير شيء سيء حصل، يبقى انت بتعوض يبقى كومبنسيت. طيب از ان ايفنت، خصوصا ايفنت يعني حدث، يبقى من غير ما تكمل يبقى دي انسيدنت، ما هو الانسيدنت قلنا بتدي معنى ايفنت. طيب تو نوت از تو اسك فور، انك تطلب حاجه بشكل صارم يبقى دي اسمها يطلب، يبقى دي مونت. تراي تو فايند، انك تحاول ان تجد الحقيقه يبقى تتحرى يبقى انفستيجيت. بعد كده 52 مس نيوز بيبرز هاف سمول بيجز، بص انت كده هتقف هنا شويه، بقول لك سمول بيجز صفحات صغيره، من غير ما اكمل انا عارف ان مقالاتها قصيره وبتعتمد على العاطفة أكتر من الحقيقة، ومركزة على الصور ومليانة صور، والأخبار اللي فيها less serious يعني ملهاش أي ستين لازمة، ودي اسمها tabloid مستر. طيب اللي بعد كده رقم 53 بقول لك to not is to happen، happen إنه يحصل أو exist يعني يوجد، اللي زي كلمة around موجود يعني في مكان معين، يبقى دي occur يحدث. is when someone illegally copies، لما حد ينسخ بشكل غير قانوني، يبقى ده راجل بيعمل إيه؟ and sells someone's work، ويبيع الاعمال بتاعه الناس، يبقى ديت بايرسي. طب يا مستر، طب ما احنا ممكن نقول ده غش. ايوه ماشي، ما هو الغش ما اسموش تشيت يا عم الدبدوب، الغش اسمه تشيتنج، المفروض كنت انت هتقول هنا تشيتنج عشان يبقى قصدك على الغش يعني. طيب بعد كده رقم 55 تو نوت از تو كومبليتلي سبويل اور ديستروي اور دامج اور ريك، يبقى دي اسمها روين على طول.
means very surprised and upset، يعني مندهش و upset وزعلان، يبقى shocked. اللي بعد كده is a phrase meaning waiting with a lot of nervousness و excitement. دي مين؟ ديت wait with bated breath، اللي هي ده هي. بس وانت بتحل تأكد لي كده الله يكرمك ان هي اسمها bated breath مش breeze. وبيتد البي كده، البي فور بوك مش البي فور بن، ما يكتبلكش بيتد كده وتروح انت جاري عليها واخدها. ماشي 57 كده خلصت. السؤال اللي بعد كده المينا تيستس اللي على الحاجات الحشو اللي في الاخر ده. The government will a those who lost their homes، الحكومه هتعمل ايه للناس اللي فقدوا منازلهم؟ compensate. امال ايه فيوليت ينتهك؟ يلا قول معايا فيوليت بتساوي بريك بتساوي disobey. طب عكسها، عكسها بقى comply. عايزك تحفظ الكلمه دي اصلها جديده عليك، comply و ريسبكت وفولو. بس انت عارف ان كومبلاي بعد حرف الجر اللي معاها دايما وز. طيب بعد كده one of that ways to not problems، واحده من الطرق اللي بنعمل بيها ايه بالمشاكل، ان احنا نناقشهم في السوشيال ميديا. لما نناقشهم في السوشيال ميديا يبقى احنا كده بنظهرهم، يبقى هايلايت او نبرزهم. يعني الجمله اللي بعد كده the warning والتحذير الذي تلقيناه، يبقى ريسيفد. جي كي رولينج، شركه جي كي رولينج بتمتلك حقوق نشر فيلم اسمه هاري بوتر، يبقى اونز. I wish I knew، لينا واقفة مع وش دي قدام، بس عايزك تعرف ان وش ممنوع يجي بعدها مضارع، ممنوع دايما بعدها ماضي بسيط او ماضي تام او كود والمصدر او ود والمصدر. I wish I knew who not the media about the secret، انا بتمنى لو انني اعرف من اخبر الميديا الاعلام يعني عن سرنا، يبقى told. لو انت فاكر قلت لك معلومة على كلمة ميديا انها بتبقى مفرد وتبقى جمع، the media is و the media are، مفيش مشكلة هما الاثنين صح. طب you have the right، انت ليك الحق. You have the right انك تعمل ايه؟ خد بالك انا قلت لك have the right. طب انا عايز اقول هنا you، عايز اقولها you are، مش هنقول the right، هنقول you are right. الفرق بينهم you are right يعني انت محق، انت صح، لكن you have the right يعني انت ليك الحق. المهم you have the right، انت ليك الحق انك تعمل ايه في حقوقك، انك تطلب حقوقك، لكن الاول ادي واجباتك. رقم 7 it is a crime، انها جريمة. When the copyright law، لما حقوق الملكية تنتهك، يبقى is violated يعني تنتهك. own يمتلك و compensate يعوض و made صنع. The security cameras، الكاميرات بتاعت ال security have already been ايه in place. بص يا برنس، في مصطلح اسمه يضع شيئا في مكانه الصحيح اللي هو اسمه put in place. The emotional، وعندي emotional هنقف وهتقول لي emotional بتساوي مين، يلا قول معايا كده emotional. اكتب اكتب، حاضر اكتب اكتب اكتب. انا حاسس ان انت هتقول لي اكتب، واحد تاني بيقول لي يا مستر انت كتبتها 100 مره قبل كده، بس معلش ايموشنال. ايموشنال دي زيها ممكن نستخدم الكلمه اللي بالسينما بتاعتها افكتنج، السينما بتاعتها التاتشنج اللي بيلمس المشاعر يعني، والسينما بتاعتها كمان كلمه موفينج. الناس دول معناهم محرك للمشاعر او وجداني يعني. فبقول لك ذا ايموشنال افكت، الاثر الانفعالي اللي عيلتنا بتمتلكه جعل او هو ما يمنعنا من ان نبيع هذا المنزل، يبقى هاف ايموشنال افكت. طب ا لوت اوف ماني، الكثير من النقود تم كسبوها يعني بواسطه وسائل الاعلام، بواسطه الكوميونيكيشن بزنس اللي هي البيزنس بتاع الكوميونيكيشن. السؤال هنا بقى، هو انا ليه ما ينفعش استخدم كومبنسيت يعوض؟ ايوه كومبنسيت لو انت عايز تقول يعوض، هو بيقول لك ان وسائل الاعلام بتكسب فلوس، يبقى ميك ماني. طيب الجمله اللي بعد كده في هنا حاجه؟ لا ما فيش هنا حاجه، اضرب على اللي بعدها. طيب I applied for the new job and I am waiting. I'm waiting with bated breath. كلمة wait with bated breath ديت معناها حاجتين اتنين زي ما اتفقنا قبل كده، من غير ما نبص على الأسئلة أساسا ولا نعرف السؤال في إيه. احنا قلنا wait with bated breath معناها إن أنت excited ونيرفس. وأدي I am nervous and excited state anticipating what will happen، يعني متوقعا ما يحدث أو منتظرا ما يحدث. طب اللي بعدها السكسسفل جورنالست لازم يكون نوزي، احنا قلنا نوزي ديت معناها ايه؟ معناها كيوريوس وانكويزيتيف. يخرب بيت كده لما تكون حافظ الكلمه هتحل وانت مغمض عينك. طيب بعد كده يا فندم رقم 3 ذا نيو ترافيك لو، قانون المرور الجديد، ايمز تو ريديوس رود كوجوالتيز، بيهدف ان هو يقلل كوجوالتي بتاعت الطرق. هو الطرق بيحصل عليها ايه؟ بيحصل عليها اما اصابات ناس تتعور او وفيات ناس تموت. ففيكتيمز اللي هم الضحايا او ديث اللي هو حالات الوفاه، يبقى كده ايه اند بي. طب يا مستر ما هو كلمة كوجوالتي معناها emergency. ايوه ما هو emergency يعني طوارئ اللي في المستشفى. لما اقول لك هي ماتت في الكوجوالتي ديبارتمنت او سنتر، يعني في قسم العناية المركزة او الطوارئ. I never download pirated material، عمري ما بحمل نسخ مقرصنة. في الجملة دي كلمة مقرصنة عكسها اصلي يعني genuine authentic original،
حاجات كتير كده عايزك تبقى عارفها وتفتكرها. طيب از تو ريك، زي كلمه، بص بقى ركز هنا في السؤال ده عشان ده فيه فكره، هو العلاقه بين كلمه نوزي وكلمه كيوريوس ايه؟ ان هم بيساووا بعض. يبقى انت عايزك تجيب لي كلمه بتساوي كلمه ريك اللي هي مين؟ روين. يبقى انت كده حليت السؤال. طيب بعد كده ذس ذا شيب ووز روين، السفينه دمر تم تدميرها في العواصف. في هذا السياق اترنس يعني سياق، الفعل روين ممكن نحط مكانه ذا شيب ووز ريكد، ذا شيب ووز دامجد وديسترويد، كلهم ينفعوا. اقلب على اللي بعدها. 7، A good citizen never violates the law، المواطن الجيد لا يتخطى ابدا او لا يتعدى على القوانين ابدا. ده معناها ان المواطن الجيد بيعمل ايه في القوانين دايما؟ بيتبع، يبقى فولو. اللي بعد كده هانت يا شباب هانت، وات ا نقط. بص يا باشا، انت متفق معايا قبل كده ان انا بعد وات ا بنجيب صفه او اسم لو كان الاسم يعد، او انك تقول لي وات صفه واسم لو الاسم لا يعد، او انك تقول لي وات وبعدين ا وبعدين اسم. حلو. طب ما تضربني مثال على كل حته كده. مثال اولاني يا باشا على الحته الاولانيه اللي هي دي، لو انا قلت لك وات ا تول بوي، يا له من ولد طويل. خد بالك انا قلت لك ا تول بوي، ممكن اقول لك وات باد نيوز، ما خدناش ا لان نيوز اسم لا يعد. التالته وات ا مان، يا له من رجل، فتحفظ دي. طب انا قدامي وات ا، ما دام وات ا في صفه واسم، لا يبقى انت عايز اسم بس، يبقى انت هتقول لي وات ا تشيت او وات ا تشيتر، ما هما الاثنين اسماء، يبقى ايه وبي. طب الاونلاين ايه؟ هي جريمه يعاقب عليها القانون، اكيد الغش الالكتروني اللي هو تشيتنج. في حد منكم دلوقتي اكيد بيفكر يقول طب ما انا ممكن يا مستر اقول لك الغشاش القانون ده از بانشد، بيعاقب بواسطه القانون. انت هنا قدامك احتمال من اتنين، يا اما انك تقول لي ان اونلاين تشيت، ما هو اصل انت عارف ان صفه وبعدين تشيت عايزينها كاسم فلازم ناخد قبلها ايه، دي طريقه، يبقى ان اونلاين تشيت از بانشد او ان اونلاين تشيتر. الحاجه التانيه انك تقول لي اونلاين تشيتس، بس هنا هتقول ار لانك انت جبتها لجمع، خليك خربوش. ذا نوت اوف ذا اكزام ريزلتس، الايه بتاع النتائج، اكيد اعلان النتائج، يبقى ذا اناونسمنت. النيوز ايه؟ الراجل الايه اللي بيشتغل في الاخبار على التلفزيون، المعلن، يبقى اناونسر. السلطات المحليه سوف تعلن، يعلن يعني اناونس. الفريق من الخبراء وصل ان اناونس، عن ان اناونس دي اظن ان احنا حللناها في فيديو قبل كده، بس خليني اقول لك. بص، عارف كلمه ان اناونسد فيزيت مثلا معناها زياره غير معلنه، هي في الجمله دي كده عباره عن صفه. طب لما اقول لك هي كيم، يعني هو جالنا، ان اناونسد يعني هو جاءنا بلا اعلان، يبقى دي كده عباره عن ظرف. تاني كده تاني، عايز تعرف ان ان اناونسد فيزيت يعني زياره غير معلنه، يبقى دي صفه للزياره فدي صفه. طب هو جاء بغير اعلان، يبقى ده ظرف لان الظرف بيوصف الفعل. يبقى انا عايز تعرف ان الكلمه دي تيجي صفه وتيجي ظرف، ده اختصار كل الهري اللي احنا بنعمله ده. طيب بص على الجمله كده، انت بتقول للراجل هنا هي ارايفد يعني وصل بلا اعلان، يعني كده انت عايز تقول ان كلمه ان اناونسد ديت عباره عن ادفيرب. البوليس دايما يا شباب، البوليس اسم جمع، البوليس يتحرى خطف الطفل، يبقى كدناب، يبقى investigate. الجملة اللي بعدها تو بوليس ايه، اتنين ايه تبع البوليس يعني، ار لوكينج، بيبحثوا، اكيد اتنين محققين تبع البوليس، يبقى investigators اللي رقم سي. خطف الاطفال في هذه المنطقة تحت الفحص، يبقى investigation. طيب امال ايه investigatory ديت؟ معناها استقصائي. فلما اقول لك investigatory مثلا measures او measurements، معناها اجراءات استقصائية. earthquakes، والجملة دي مهمة لأبعد حد، الجملة دي رقم 10. earthquakes are common occurrences، معناها ظواهر متكررة الحدوث. بمعنى إيه ظواهر متكررة الحدوث؟ أنت مثلا ماشي في الطريق، أنت واحد صاحبك حصل حادثة، فأنت بتقول لصاحبك ما تخضش، دي أصلا هنا common occurrence يعني ظاهرة متكررة الحدوث، يعني كل نص ساعة بيحصل حوار زي ده. earthquakes اللي هي الزلازل very often، الزلازل بتحدث، يبقى occur. أنا كنت إيه بسبب رد فعله العنيف؟ انا كنت مصدوما، شوكد. ده معناها ان الفايلنت رياكشن، ان رد فعله العنيف كان شوكينج يعني كان صادما. واكيد انت بتقول لنفسك طب ما انا ينفع اقول شوك يعني رد فعله ده كان صدمه، وينفع، بس هنا ما فيش عشان كده ما خدناش شوك. الصفحه اللي بعد كده الميني تيست نمبر 4، اظن ان هو على الدور، ماشي. الميني تيست نمبر 4، هي توك ا شورت روت، هو خد طريق قصير. So he didn't run as far.
لم يجري مسافة طويلة كما جرى العدائين الآخرين. وبالمناسبة أنت ممكن تستخدم as far دي as far as في سياق أنت خدته في تانية ثانوي، اللي كان بيقول لك as for as I am concerned، اللي معناها بقدر ما أنا مهتم، بقدر ما أنا مهتم. As for as I am concerned. رقم 2، A good teacher encourages students hard. المدرس الجيد بيشجع الطلاب أن يذاكروا. encourage، هنقف معاها وقفة صغيرة كده عشان هنحتاجها كتير، كل شوية تكرر معاك encourage دي، فاخلص منها يا صديقي. بص يا فندم، encourage، encourage مفعول، مفعول وبعدين to والمصدر. حلو. طيب ان كارج دي لو جت بدون مفعول فناخد الفعل مضاف له ing. طيب اول واحده I encourage mom to cook، انا بشجع امي انها تطبخ. حلو، دي ده معنى. الجمله الثانيه لما تقول لي سام encourages نقط تي في، يا ترى هنا هنقول تو واتش ولا نقول هنا واتشنج؟ انا هسألك سؤال الاول لطيف وبريء جدا، هو سام بيشجع مين على مشاهدة التلفزيون؟ ما قاليش. اذا الجملة هنا ما فيهاش مفعول، بما ان ما فيش مفعول فانت تاخد الفعل المضاف له اي ان جي. طب افرض هو عدل لك الجملة دي وقال لك سام ان كارجد مي نوت، في الحالة دي كنت هقول لك تو واتش، وانت اكيد عارف ليه، عشان انت هنا قلت لي ان سام اللي هو الفاعل encouraged me، فهنا مي دي عبارة عن مفعول. واحذر ان الراجل ممكن يتخلص عليك في السؤال ويقول لك سلوى was encouraged not to do ولا doing. هروح انا اسألك سؤال، الجملة فيها مفعول؟ اه، ما هي سلوى شجعت، يعني في حد شجع سلوى، فسلوى دي كده هي المفعول، وبما ان في مفعول فناخد to المصدر. حلو. طيب الحتة بقى الأخيرة خالص في الحوار ده، عندك كلمة اسمها ديس كارج اللي معناها يحبط أو يثبط، وبعدها حرف الجر فروم وبعدين أي إن جي. فلو أنا قلت لك أي إنكارج يو تو دو، لكن أي ديسكارج يو فروم دوينج. ونعود عودا حميدا لسؤالنا. في السؤال بيقول لك a good teacher قلنا encourages، يبقى تو المصدر. سما از a 5 year، الاولى ده اهي ليه؟ عشان الهايفن دي احنا بنستخدمها في الاسم المركب والصفه المركبه، يعني معنى كده ان a 5 year ديت عباره عن صفه، والصفات ما نضيف لها اش، ما نضيف لهاش اس ولا نجمعها، ودي قاعده اصلا هشرحها بالتفصيل، وعشان الفيديو طول هنجري شويه فيها. طيب I found the report long، لقيت ان التقرير طويل لذلك انا حولته الى، يبقى referred it to. You can find all types of information on، ليه؟ لان كل وسائل الترفيه معها on، on radio on TV on internet، اي واحده من دول. While looking for my keys، وانا بدور على مفاتيحي، I found out، يعني اكتشفت ان هم كانوا في مكان some important، اكتشفت بعض المستندات المهمه. صفحه 27 the not between the two countries، الايه اللي بين الدولتين دول نتج عنه result from sorry ادى الى، استنى انا اتلخبطت، هو مين اللي ادى الى ونتج عنه؟ انت فاكر معايا؟ افتكر معايا، اصل انا نسيت. كنا بنقول lead to بتساوي result in بتساوي cause، دول معناهم سببه، لكن result from، خد بالك ديت معناها سببه او يؤدي الى او ينتج عنه، لكن result from معناها ينتج من. ده معناها بقى ان الصراع اللي بين الدولتين دول بينتج من هجوم بالقرب من الحدود. المهم يعني انا عايز كلمه صراع او نزاع بين الدولتين اللي كان اسمها incident، واكيد انت فاكر ان incident معناها صراع او نزاع بين الدولتين. We meet to celebrate، احنا بنتقابل عشان نحتفل بالاوكيجن، بمناسبه عيد ميلاد ابويا. All official decisions، كل القرارات الرسميه بيتم اعلانها على التلفزيون، يعني ده اعلان رسمي، اعلان عن بيان، يبقى announced. Our products، كل منتجاتنا بيتم الاعلان عنها، المنتجات دي يا فندم يبقى advertised علشان الاعلان ده اعلان تجاري. I think we do not، اظن ان احنا don't have any apples، ما عادش عندنا تفاح خالص. left، left هنا معناها متبقي، ما بقاش معانا تفاح متبقي. but I will، لكن هقوم ابص كده، يبقى check. طب ليه ما ناخدش investigate؟ investigate يتحرى عشان يعرف سبب الحادثه.
to not something is to look it up, look up the look it sorry into, look into بتساوي investigate. خلصنا كده كل الجزئية دي. نشوف كده في حاجة تاني، مبقاش معانا غير جزئية الادفانسد برضو. يلا من باب المعرفة بالشيء السريعة كده، احنا الجزئية دي اصلا محلولة في الكتاب بس انا هحلها معاك سريعا كده ونقول اللي فيها. اول واحدة، a writer has to provide evidence. خد بالك ان الكاتب لابد ان يقدم دليلا لكي يثبت ادعائه. ادعائه يبقى المفروض ان هو كليم، كليم يعني يدعي وادعاء يبقى كليم. her fluency طلاقتها وذكائها not her lack of experience. طلاقتها وذكائها يعوض نقص الخبر، يعوض يعني ميك اب فور. فين ميك اب فور؟ ادي رقم دي. we are given احنا اعطينا ايه day of when a national holiday falls on a Friday. لما يوم الاجازه يكون يوم الجمعه فاحنا بناخد يوم تعويضي يعني. يبقى كلمه investigatory ديت تحقيقي او استقصائي، compensatory اللي معناها تعويضي جاي من كلمه compensation يعوض او تعويض. كلمه compensation تعويض دي اسم، لكن compensatory معناها تعويض عباره عن صفه. by way of not their busy week I take my children out on boat trips every week. على سبيل التعويض للعيال فانا باخدهم افسحهم. التعويض اللي هو اسمه compensation، يبقى by way of compensation. I banged يعني انا خبطت دماغي في الحيطه وبدات دماغي تلف تدور، يعني حسيت بدات اشعر بدوار اللي هو اسمه spin. خلصنا كده، احنا كده خدنا 46 و24 يعني 26 دقيقه. يعني لو سمحت ما تعديش معلومه غير لما تكون فاهمها. المعلومه اللي مش مفهومه اسالني بحريه على الجروب سيادتك، اسالني بحريه على الجروب. طبعا الجروب ده اصلا انا مخصصه فقط للناس المشتركه محتوى خاص، فالطبيعي ان انا طول النهار قاعد ابص عليه واشوف مين اللي بعت اسئله. الامتحان اللي نزل يوم الجمعه اجابته النهارده في ميعادها ان شاء الله زي ما اتفقنا. هتعرف ان كل يوم جمعه كده في امتحان خفيف من 20 نقطه، وهيكون في افكار من بره من القواعد الخارجيه. الامتحان اللي فات عملنا اسئله على قاعده السؤال المزيل، وعملنا اسئله على ا وان وذا، وعملنا تقريبا سؤالين على قاعده الاسماء المعدوده وغير معدوده. فخايف خايف كده، وسؤالين على الرايتنج، وسؤالين على البانكتويشن، وسؤالين على البارتس اوف سبيتش. هتلاقي نفسك لميت لك 20 جمله وما ننساش سؤال الترجمه. عشان كده انت هتلاقي من الغرائب الامتحان عدده 21 سؤال بس. خلص الوحده وروح خابطين امتحان محترم قرابه ال 100 جمله مثلا ولا حاجه، ونحله برضو مع بعض. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.